تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدامى والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين، تكونوا غاية، تكونوا ملاح إن شاء الله. قبل ما نبدأ، دائما مفتاح الفرج هو الصلاة على الحبيب. تنطلبوا الله سبحانه وتعالى وتنطلبوا التفريج من عنده. هو الشافي، هو العافي، هو اللي ترزق، هو اللي يعطيك السعادة. ولكن السعادة تندخلوها بطاقة إيجابية من القرآن الكريم. نكونوا إيجابيين بطاقة الخير وطاقة الصدقة. إذا هذه الوصفة هي لعمار البيت. عمار البيت غادي نرشوا له وغادي ناخذ واحد الطاقة إيجابية إن شاء الله. الإنسان يتفاءل الخير ويلقاه. أول حاجة، الناس اللي عندهم متاعب في البيت، بغيتي تعمري بيتك وبغيتي يكون عندك الرزق وبغيتي تصالحي مع عمارك. بعض الأحيان تكون العمار هما سبب المرض ديالك، هما سبب العكس ديالك، هما سبب توقيف الحال ديالك. إذا تصالحي مع عمار المنزل ديالك إلا بغيتي تكوني إيجابية. ولكن ديما شغلي سورة البقرة في البيت، وكوني تسمعي القرآن بزاف، ودائما طردي الشياطين. قلوا من الغناء، ولكن بعض الأحيان عمار البيت تيكونوا ما متوافقينش مع أهل البيت. إما إذا كان عندكم طاقة ديال رائحة كريهة أو أي حاجة ما تتوافقوش معاك، لأن العمار تو ما تيبغيو النقاء، يبغيو بخور طيب، يبغيو أي حاجة زينة. ولكن اليوم غادي ندخلوا واحد الطاقة زوينة اللي غادي تعجبكم وغادي ديروها وغادي تحسوا إن شاء الله بالسعادة. دخلات وطردتوا النحس وجلبتوا الرزق وفرحتوا الوليدات، لان من غادي ترتاحي غادي يرتاحوا الوليدات وتصدعوا المشاكل ما تيبقاش باذن الله. اول حاجه غادي ناخذ الحليب، اي حليب مجفف، نضيف ليه الماء ونخلطه، وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخذ كاس الماء. إذا كان مجفف ناخد كأس الماء ونضيف لي 2 معالق ديال الحليب المجفف، مع إضافة إلى العسل. العسل أي عسل، أي عسل غادي ناخد معلقة. ونقول هاد ما غادي تذكري حتى حاجة، لأنك غديريها بالليل. بالليل تكوني إن شاء الله بحول الله وقوته تكوني مضية مصلية، ذكر الله مصلية، غادي تصلي على الحبيب تستغفري وتخلي حتى كل شيء ينام، كل شيء ينام. غادي تاخدي كأس تحطيه حدا العتبة، فيه العسل، غادي تحطي كأس حدا العتبة. والصباح مع الفجر غادي إن شاء الله غادي تلوحيه في مجرى المياه أو البلوعات مع الفجر. مع الفجر، أي فجر غتاخدو العسل بحال هكا وغادي تضيفوه إلى الحليب. غادي تضيفوه إلى الحليب بنية صلاح العمار، لأن العمار بعد الأحيان هما اللي تيسبوا المشاكل، اللي تيتوافقوش مع الناس. الناس اللي ساكنين في بيت جديد أو قديم يديروها، الناس اللي يدخلوا إلى بيت جديد غادي كل زاوية يحطوا فيها شوية الحليب والعسل، غادي يكون عندكم واحد الرزق سبحان الله. عمار البيت يبغيو الحلاوة والحليب. غادي يقولوا لي الناس الرزق بيد الله، فعلا الرزق بيد الله، ولكن حتى أي مكان مخلى من العمار، العمار في أي مكان. إذا غادي ناخد كأس الحليب نحطه حدا الباب، وغادي نحط واحد في المطبخ، وغادي نحط واحد في وسط المنزل. والصباح مع الفجر، مع الفجر، ولكن هادي نحطها في الليل. مع الفجر المرأة توضأ تصلي، غادي تقراي سورة ياسين، ومن بعد غادي تنوضي تلوحي هذا المكون في البلوعات وفي مجرى المياه وفي المرحل. وإن شاء الله قبل ما ينوضوا الأطفال ديالك هيلقاو الفرحة والسعد وكل شيء ينتظرهم، وحتى التسخير سبحان الله
تيكون في البيت. إذا صلحي عمارك باش يصلح حالك ويصلح أمورك كلها. الناس غادي يسولوني الناس على ثلاثة الكيسان علاش حطيناهم، وحدة غادي تسحب لك الطاقة السلبية اللي عندك في وسط الدار، وحدة في العتبة، وحدة في المطبخ إلا ما كانتش عندك بركة في المطبخ. إذا غادي تسحبي وغادي تلوحي، غادي تسحبي الطاقة السلبية ديال العمار، ومن بعد غادي تلوحيها في مجرى المياه. كاع الطاقة السلبية ديال بيتك كلها غادي إن شاء الله تلوحيها في مجرى المياه. الناس اللي تيقولوا هادشي هادشي هاد الوصفات الشعبية غير ما تيصلحوش، ولكن هما كانوا الناس زمان كانوا تيشتغلوا بهذا الشيء، وكان عندهم الخير والبركة، وما تيخطاوهم لا فلوس، ما عندهم لا مشاكل، دائما تيحلوا المشاكل ديالهم بالصبر والتفاهم وتروي يترووا في الأمور. ولكن الفال الحسن والحاجة اللي يبغوها يديروها تيديروها بيقين، يقين هو تكون عندك ثقة في الحاجة، تكون ديريها بالنية ديالك تنجح معك، ولو أنك عندك مشاكل درتيها بيقين سبحان الله يتحلوا كاع المشاكل. إذا هذه الوصفة رائعة وأكثر من رائعة، حاولوا غير أنكم ديروها بيقين، والله المستعان على كل الأمور. إذا الناس اللي معطلين على العمل يديروها، الناس اللي باغين مال يديروها، الناس اللي عندهم مشاكل والأولاد عاصيين يديروها، على حسب كل واحد علاش درتي هذه الوصفة. ولكن الباب حطي فيه كأس، وفي أمام العتبة من الداخل، وفي المطبخ باش تزرعي الخير والبركة، ويكون عندك واحد الرزق وفير، وتكون عندك حالة البركة في البيت، دائما يكون عندك واحد الرزق. الحليب كل شيء تيبغيه سبحان الله العظيم، حتى عمار المنزل تيبغيه الحليب والعسل مزيان في كل زاوية، الناس يخويو في كل زاوية. أما انتم خويو الطاقة السلبية اللي جمعوها هذه الكؤوس، وغادي تلوحوها في مجرى المياه، لأن حتى الطاقة السلبية تخرج من مجرى المياه ومن البلوعات، تتكون طاقة اللي تعطيكم طاقة الكسل، طاقة الخمول، طاقة النحس من البلوعات. بعض الأحيان تنخويو الماء ساخن بدون شعور، أو الدوش تنخويو الماء ساخن واحد الوقت ما بين المغرب والعشاء، تيكون طاقة سلبية، لأن تتكون عمار المنزل، أو تيكون هذاك الوقت ما بين المغرب والعشاء تيكون طاقة أخرى بدات من المغرب إلى الصباح. إذا أحبابي، هاد الطاقة اللي قلت لكم أنكم تخويهم في مجرى المياه على طريق البلوعات أو المراحب، أو مجرى المياه في المرحد المراحب أو الدوش، إن شاء الله ديروها بيقين، وإن شاء الله غتجيب معكم نتيجة في طرد النواحس أو عمار السيئين في البيت. العسل والحليب رائعين في طرد النواحس اللي كاينين في البيت. إذا حيدنا الطاقة السلبية من البيت، حيدناها من أمام العتبة، حيدناها في البيت كامل، غادي نلوحوها في مجرى المياه، بحال تخلصنا من التوابع اللي عندنا عراقل في البيت، إما نحس وإما سحر وإما توقيف الحال. إذا غادي نفرح عمار البيت ونطرد النواحس على نية جلب الخيرات وجلب ما أريد. إذا أحبابي، نتمنى لكم الصحة والعافية، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. إذا خليوا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم.